السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ياسين ابس ستاف سوليوشنز. هنبدأ مع بعض سلسلة محاضرات جديدة من محاضرات الجافا ادفانسد توتوريالز. النهاردة هنبدأ في سلسلة محاضرات الجافا ديزاين باترن. يعني ايه جافا ديزاين باترن، وليه يعني ايه اصلا باترن، وانا محتاج الباترن ليه في شغلي او في الابلكيشن بتاعتي، هستخدمها ليه يعني اصلا. في انواع معينة من الباترنز، طبعا في انواع معينة من الباترنز. طيب النهاردة هنبدأ نتعلم يعني ايه باترن، وازاي نستخدم الباترن، وانواع الباترنز ايه، وازاي نطبقها عندنا في شغلنا. طبعا بعد ما تفهم المحاضرات دي بشكل كويس وتبدا تطبق الباترنز ده عندك في شغلك، الابلكيشن بتاعتك هيبقى مور سكيلبل، تقدر توسع فيه، تقدر تكبر فيه، مور شيرابل، ان انت ممكن تشير الابلكيشن مع اكتر من ريسورس واكتر من تيم يشتغلوا في نفس الوقت. هيكون في نفس الكلام بتهندل الكومبلكسيتي في البروجكت، وبيكون مور فليكسبل للاستخدام. هنعالج مجموعه مشاكل كانت بتواجهنا، زي ان انا بفتح داتابيس كونكشن وما بعرفش اقفله، او ان انا بفتح اكتر من كونكشن داخل الابلكيشن، فبالتالي بيأثر على الكونكشن بول او بيأثر على الداتابيس بيرفورمانس. النهارده هنحاول نطبق الباترن. الموضوع سهل جدا على فكره، ان شاء الله بحاول ابسطه. بعد ان شاء الله انا واثق بعد المحاضرات بتاعت الديزاين باترن هتغير فكرك في كتابه الكود بشكل عام. تعال نبدا مع بعض. هنراجع مع بعض مجموعه سلايدز كده انا كنت عاملها محضرها عشان نفهم بس كماتيريال يعني الديزاين باترن، وان شاء الله هنطبق عملي واحنا شغالين. الديزاين باترن قلنا ديزاين باترن يعني ايه ديزاين باترن، او يعني باترن الاول كسوفت وير اركتكتشر بيعرفوا يعني ايه الباترن. قال لك ان الباترن هو عباره عن a common solution and the best practice to solve a recurring problem. يعني انا عندنا مشكله، ومشكله بتتكرر مع كل المبرمجين مع كل الناس، ومشكله بتاخد مني وقت عشان احلها، وبضطر اشتغل بالورك اراوند عشان احلها. ففي مجموعه من الاكسبرت او الناس المحترفين في الجافا اللي المشاكل دي ظهرت لهم كتير، راحوا لقوا لها حل، وبعدين بقى حل كومن سوليوشن، حل عام اي حد بيستخدمه، وهو يعتبر البيست براكتس، هو افضل حل للمشكله بتاعتنا. فبالتالي هم حطوا لنا مجموعه من الستيبس، مجموعه من الخطوات، لو طبقناها ستيب باي ستيب هنلاقي وصلنا للباترن اللي يحل لنا المشكله بتاعتنا. فكسوفت وير اركتكتشر بنقول ايه، ان السوفت وير ديفلوبرز، مجموعه السوفت وير ديفلوبرز دول انكاونترد ماني ريكيرنج بروبلمز during software development. هما اتعرضوا لمشاكل كتير جدا اثناء كتابه البرامج، خاصه البرامج العملاقه والبرامج اللي فيها كود كتير وفيها كومبلكس كتير. فبالتالي هما شافوا المشاكل دي واجهتهم، فبالتالي بعد انهانسمنت وتحسين في الكود وطوروا في الحلول بتاعتهم لحد ما ايه وصلوا لباتر معين او شكل معين لحل المشاكل بالنوع ده، وبالتالي عملوا دوكيومنتيشن وعملت دوكيومنتد للسوليوشن ده ستيب باي ستيب، وازاي نحل المشكله مستقبليا، وبعدين عملوا شير للحلول بتاعتهم دي على الجافا سوشيال كوميونتي. فبالتالي اي حد واجه المشكله دي بيدخل يطبق الباترن ده، الدنيا بتشتغل معاه تمام جدا. طيب نتكلم على الباترن او ازاي ديزاين باترن. يعني ايه ديزاين باترن؟ طبعا عرفنا الباترن يعني ايه. ديزاين باترن از هاو وي كان ديزاين ريليشن امونج كلاسز اند اوبجكت تو سولف جنرال اند ريبيتابل بروبلم ان سبيسيفيك كونتكست. يعني ازاي احنا بقى نربط ونعمل ريليشن بين الكلاسز والاوبجكت، وممكن نزود اوبجكت جديده، ممكن نزود كلاس جديده احنا ما كناش حاطينه في الحسبان، هنستخدم الانترفيس، ممكن نزود مجموعه اوبجكت عشان في الاخر يحل لنا المشكله بتاعتنا. الديزاين باترن هو الفكره كلها ان انا بعمل سكيب للكومبلكس هارد وورك، وببدا اعمل جامب للستريت ديزاين، واعمل بلان للورك تو امبروف ذا كواليتي اوف سوفت وير اند ريديوس ذا ديفلوبمنت تايم اند كوست. الفكره كلها ان انا بحاول اهرب من الكود الكتير والكود المعقد، وناخد الستريت ديزاين حاجه سهله جدا، بحيث ان انا اعمل امبروف للكود والكواليتي بتاعتي، فبنوفر طبعا التايم والكوست. طيب فبيقول لك عشان قبل ما نبدا نستخدم ديزاين باترن،
فلازم يكون عندنا يعني اي بي سي كده، احنا عارفين جافا اولا، تاني حاجه لازم يكون عارفين البيزك بتاعه الاوبجكت اورينتد، لازم عارفين يعني ايه انهيرتنس، ويعني ايه بولمورفيزم، يعني ايه انكابسوليشن، يعني ايه ابستراكشن. فالطبيعي ان اي حد شغال جافا المفروض ان عنده البيزك نوليدج بتاعه الانهيرتنس، لان هنتكلم في انهيرتنس، في اكستند، في امبلمنتيشن، في اوفر رايت، في اوفر لود. فبالتالي لازم يكون عندك مفاهيم الكلام ده كله عشان ايه تبدا تستخدم ديزاين باتر. فبالتالي الكورس ده للناس اللي اوريدي شغاله جافا وعندها اكسبيرينس في الجافا. الناس اللي لسه بيجنر او الناس اللي ما عندهاش جافا هيبقى الموضوع بالنسبه لهم صعب شويه، بس ان شاء الله مفيش حاجه صعبه مع التكرار والفهم. اللي بيتكلم عن ان اهم مبادئ في الاوبجكت اورينتد، احنا عارفين مبدئين مهمين جدا، ان بنفضل الكومبوزيشن اكتر من الانهيرتنس، والحاجه الثانيه كود ان انترفيس نوت ان امبلمنتيشن. الكود اللي كده في الانترفيس هو مش امبلمنتيشن تماما، ولكن هو مجرد انترفيس. طيب وي كان كلاسيفاي ديزاين باترن انتو، احنا نقدر نقول او الناس اللي هو الاكسبرت او الجافا اكسبرت قسموا الديزاين باترن لثلاث انواع. اوكي، ثلاث انواع: الاستراكشرال والبيهيفيرال والكريشنال. ايه الفرق بينهم؟ تعال نبدا في اللي تحت الاول اسهل. الكريشنال وانا بكرييت اوبجكت، فهم عملوا طريقه معينه لكرييت الاوبجكت. فعندنا الاشهر حاجه زي مثلا البيلدر باترن والفاكتوري ميثود، البروتوتايب، السنجلتون، دول اشهر حاجات هتلاقيهم مشهورين جدا في شغلنا عشان كاريت اوبجكت او كاريت كلاس. فممكن ايه هنستخدم احد الباترنز الموجودين دول. في البيهيفيرال مثلا زي الاتريشن والميديتور والكلام ده كله، فهنا في سلوك التاثير على سلوك الاوبجكت نفسه بستخدم او اي باترن بيأثر على البيهيفيرال نفسه. الاستراكشر بتاع الكلاس نفسه وتكوينه، فهنا بنتكلم مثلا حاجه زي الادابتر، زي البريدج، زي الديكوريتور، زي البروكسي وهكذا. فبالتالي فهو في الاخر هي تصنيفات، ولكن احنا هنشوف مشكلتنا فين ونبدا ندور على الباترن اللي حل لنا المشكله. زي مثلا السنجلتون، لا السنجلتون مثلا فكرته ان انا لا انا مجرد ما عملت ران الابلكيشن بكريت اوبجكت واحد بس وخلاص. فاي محاوله تانية ان انا كاريت اوبجكت تاني، لا بيجيب لي الاوبجكت القديم. يعني مثلا هنفترض ان احنا عملنا اوبجكت، الاوبجكت ده مهمته يفتح كونكشن على الداتابيس. طيب الطبيعي ان انا كل ما اجي اعمل انسيرت ابديت ديليت الكلام ده كله، كل مره هروح اطبق الجي دي بي سي كونكشن وافتح كونكشن، وبعدين اروح اكول التيبل واكسكيوت الستيتمنت وهكذا، صح؟ طيب كل مره افتح كونكشن على الداتابيس ده مشكله في الكونكشن بول والكلام ده. طب الحل ايه؟ الحل ان انا لا اول مره بروح اتاكد ان عندي كونكشن ولا لا. اذا في كونكشن اوكي خلاص هستخدمه، مفيش كونكشن ببدا كريت كونكشن، وبالتالي بقى عندي طول ما انا شغال عندي كونكشن واحده بس في الداتابيز، وبالتالي حليت مشكله بتاثر على البرفورمانس او الداتابيز برفورمانس او الكونكشن بول باستخدام السنجلتون باترن. عشان نبدا نفهم قوي الديزاين باترن، يعني يفضل ان احنا ايه نستخدم اليو ام ال او اليونيفايد موديلنج لانجوج. ليه؟ لان احيانا هقول لك مثلا ان احنا عشان كارت او نعمل كرييت للباترن ده، فمحتاجين مثلا كلاس ينزل منه بيرنت، والبيرنت ينزل منه تشايلد وتو تشايلد، وبعدين ما جنبيها انترفيس وفي اسوسيشن وفي علاقه بينهم. فانا لو هو الموضوع سهل وممكن يكون الانترفيس ده فيه وان لاين كود بس، ولكن انت عشان مش متخيل الموضوع، فالموضوع يعني ايه ممكن يتوه منك. وبالتالي يفضل ان انت عشان تفهم ديزاين باترن تستخدم اليو ام ال عشان تشوف الايه رسمه الكلاسز والعلاقه بينهم، وكل كلاس ايه علاقته. نفس الفكره الداتابيز اي ار دي، هي نفس القصه اللي استخدمها بالكلاس دياجرام او اليو ام ال دياجرام. بيتكلم هنا عن ايه هو طبعا بشكل عام ايه هو اليو ام ال. اليو ام ال از ان ابلكيشن موديلنج سبيسيفيكيشن، هو عباره عن ابلكيشن، هو يعني فكرته كلها بس ان بيعمل موديلنج او بيعمل فيرتشواليزيشن فيجواليزيشن للكلاس عندي. فبالتالي هي عباره عن لغه لتحديد وفيجواليزنج اند دوكيومنتنج
ذا ارتفاكتس اوف سيستم، اللي عندي الارتفاكتس او الايكونز والشيبس والمربعات والاسهم، فبالتالي هو بيسهل لي ان انا احول الكلام ده كله لشكل فيرشواليز نقدر نتفرج عليه ونفهم العلاقه. ذا برايمر اوبجكت في اليو ام ال تو سمبليفاي ذا كومبلكس سوفت وير انجينير بروسس، هو الهدف منه زي ما قلنا ان هو يسهل البروسيس المعقده في السوفت وير انجينيرنج، وبالتالي اقدر بسهوله ان انا اشوف شكل ديزاين الابلكيشن، شكل ديزاين البروسيس، شكل ديزاين الكلاسز، وبالتالي هي تولز هتفيدنا جدا في التخيل او فهم العلاقه او السوفت وير بروسيس. فيبقى اليو ام ال هو بيعمل فيجوالايز اند كرييت ارتفاكتس للسيستم، وهو عباره عن هي لغه كومن كل الناس مفروض ان الديفلوبر والسوفت وير اركتكتشر فاهمينها، فبالتالي يفضل تكون عندك خلفيه كويسه جدا عن اليو ام ال. ده شكل اليو ام ال، ده هو الكلاس دياجرام، ده الكلاس دياجرام بستخدمه عشان بستخدم اليو ام ال في كرييت الكلاس دياجرام، فبيقول لي ادي الكلاسز لو في انترفيس ريليشن بينهم، لو مفيش ريليشن، لو في اسوسيشن في فهي فساعدني جدا ان انا انا شفت ده شكل الباترن بتاعي ده عشان احل لي مشكلتي، فبالتالي انا فعلا هبدا كرييت الكلام ده كله. بيقول لنا طيب عشان اعرف مثلا زي الاكسس ميديفاير، تعال نتكلم مثلا يعني انا مثلا هنشوف ده كلاس بيتكون من ثلاث اجزاء زي ما قلنا، الجزء الاولاني ده اسم الكلاس، الجزء الثاني هي الاتريبيوتس مثلا الايميل والتليفون والستريت نمبر وهكذا، الجزء الثالث هي الاوبريشن او الميثود اللي موجوده جوه. فهنلاقي مثلا هنا اما يعرف اي اوبجكت بيحط البلاس او الماينس او الهاش، هنفهم دلوقتي في السلايد اللي بعديها ايه الفايده من دول. يبقى هنا اي كلاس فيه ثلاث اجزاء زي كده، الجزء الاولاني والثاني والثالث الاسم الكلاس والاتريبيوتس والاوبريشنز. طب نتكلم مثلا على الاكسس ميديفاير، يعني عشان اعرف نقول له الكلاس ده فيه اكسس ميديفاير ايه، فعارفين بابليك وبروتكتد وبرايفت وباكج، فالبابليك علامته بلس وهكذا، فنحاول نقول البروتكت يعني نفهم الجزئيه دي او نحفظها بشكل كويس عشان واحنا بنشوف الديزاين، فبنلاقي مثلا ايه ان الماينس ده معناه ايه، معناه ان هنا ده برايفت والبلس هنا ده معناه بابليك وهكذا. الجزء الثاني اهو بيتكلمنا على شكل الديزاين، فبيقول ان عندي مثلا الكلاس اللي اسمه كاستمر، الكاستمر فيه مجموعه من البرايفت برايفت اتريبيوت، النيم وده نوع سترينج، واليوزر نيم هيطلع سترينج، والباسورد هيطلع سترينج. في اوبريشن في حاجه جيت النيم هيرجع لي نيم، وست نيم بياخد بارامتر من نوع سترينج اسمه نيو نيم وهكذا، فبالتالي دول كلهم مجموعه البابليك ميثود او public operations. طيب لو في inner class، طب انا لو عندي class داخلي اوكي نفس الكلام، فعندي class name وال attributes وبعدين ال operation، وجواها لو في class او sub class او inner class هيبقى بالمنظر ده. طيب ال inheritance، طب احنا عايزين نمثل ال inheritance في الديجرام، هنلاقي ادي class ال parent، وخلي بالكم هنا مثلا الخط هنا ماله ايتاليك، يعني معنى ده ان ده ابستراكت، يعني ده مش كونكريت كلاس، ده ابستراكت كلاس. وفي مثلا الحساب البنكي في منه حساب السيفنج، حساب التوفير، وحساب الشيكات التشيكنج اكاونت، فالاثنين هما اصلا حساب بنكي سواء بالدولار او بالعمله، المسحوبات الديبوزيت والويدرو وهكذا. فنلاقي ان الشكل كده فهمني ان السهم ده معناها ان الاثنين كلاس دول وارثين او عاملين اكستند للكلاس ده، وان الكلاس ده عباره عن ابستراكت كلاس بالمنظر. العلاقه دي اسمها ايه؟ جنراليزيشن. جنراليزيشن، فعشان احنا بنستخدم يو ام ال دي اسمها جنراليزيشن. جنراليزيشن يعني هي علاقه بين تشايلد وبيرنت، بنسموها جنراليزيشن او انهيرتنس. الانترفيس بنسميه رياليزيشن، والرياليزيشن عباره عن علاقه بين الكلاس والانترفيس، ومكتوب فوق انترفيس بالشكل بالمنظر ده، والعلامه عباره عن دوت ارو زي كده، فبالتالي ان الاثنين دول بيشيروا للانترفيس ده، والعلاقه دي بنسميها رياليزيشن.
طب لو انا عاوز امثل الاكسبشن اللي هيضرب مثلا او الهاندل اكسبشن هنا، فبقول له في الجزئيه دي في مثلا في السيف ارمي لي ثرو اكسبشن، وبمثله بالايه بثروز، كلمه ثروز زي كده والدوت او داشت ارو زي كده. برضه لازم نفهم كمان ان في الديفينيشن دي مهمه، ان كلمه سب كلاس هو نفسه الشايلد كلاس او الدرايفد كلاس، يعني التلات دول برضو سواء المولوز او الابن او الفرعي دول نفس الاكسبريشن. نفس الكلام السوبر كلاس او البيرنت او البيز كلاس، هما بيتكلم عن السوبر كلاس او البيرنت او الاب. طيب الريليشن بين الكلاس بتمثل ازاي؟ بتمثل ان عندنا از ا وهاز ا، طبعا عارفين از ا ده عباره عن انهيرتنس، وهاز ا ده كومبوزيشن او اسوسيشن، او ان الاوبجكت ده جواه اوبجكت تاني. هنتكلم طبعا الكلام ده كله بالتفصيل، انا بحاول بس النظري، لما نيجي نشتغل عملي هنعيد كل الكلام ده ان شاء الله. ده شكل الريليشن. فاذا كان في اسوسيشن هنعرف طبعا، لازم تبقى عارف الفرق بين الاسوسيشن والاجريجيشن والكومبوزيشن، ايه الفرق بينهم، ايه الفرق ان يكون في اسوسيشن واجريجيشن وكومبوزيشن وانت بترسم الكلاس بتاعتك. فبيقول لك ان الايز ا جنراليزيشن او انهيرتنس، يعني بيقول لي ان الرجل المان از ا هيومن، هو بشر، فبالتالي از ا هو التايب هنا جاي من البيرنت، ده از ا. الاسوسيشن هاز ا، يعني ان الانسان يعني يحتوي على قلب او يحتوي داخله قلب او دم او هكذا، او ان السياره تحتوي داخلها على موتور، فده الموتور نفسه كاوبجكت بيتصنع لوحده ويشتغل لوحده، ولكن لازم يعني يبقى داخل السياره، وبالتالي بعرف داخل السياره اوبجكت من نوع انجن، وبالتالي الانجن او السياره تحتوي على الانجن بالمنظر ده. فهنتكلم يعني ايه اجريجيشن ويعني ايه كومبوزيشن، والاثنين دول تحت الاسوسيشن. از ا ريليشن شيب، يعني ايه از ا ريليشن شيب؟ يبقى احنا عرفنا از ا هو انهيرتنس، ان الانسان هو بشر. يبقى ان ريليشن شيب وانس كلاس كنت obtaining a feature of another class، يبقى كلاس بيحتوي على خصائص كلاس اخر عن طريق الوراثه، او عن طريق ان بستخدم كلمه اكستند طبعا. الكلام ده المان هو هيومن، مان اكستند الهيومن، فبالتالي كل صفات الرجل موروثه من الهيومن اللي هي البروتكتد وطبعا ايه والبابليك زي ما احنا عارفين. فبالتالي اي تغيير في الهيومن هيأثر في الانسان، فبالتالي الاب لو اتغير في الاوبجكت الموروثه، فبالتالي ممكن ايه يأثر في التشايلد او السب كلاس. هاز ا ريليشن شيب، يعني هاز ا ريليشن شيب؟ هاز ا ريليشن شيب از ان اوبجكت اوف كلاس كريتد ا داتا نمبر ان انذر كلاس، ذا ريليشن بتوين تو كلاس از هاز ا، يعني كلاس منفصل اتعمل لوحديه وكلاس تاني اتعمل لوحديه، بس عملنا امبيدد للكلاس ده باوبجكت داخله، ممكن يكون اوبجكت واحد او ممكن يكون مجموعه من الاوبجكت، وممكن يكون العلاقه بينهم 1 تو 1، وممكن العلاقه تكون ميني تو ميني او 1 تو ميني. فبالتالي there is association between المان والاخرين، لو في علاقه بين الرجل والاخرين اوكي في علاقه، ممكن تكون العلاقه دي سترونج ريليشن او ويك ريليشن، يعني في علاقه بين الاوبجكت اسمها سترونج ريليشن زي الكومبوزيشن، وفي علاقه بتكون علاقه ضعيفه او ويك ريليشن شيب، وهي علاقه يعني الاوبجكت موجود او مش موجود، او استخدمته او ما استخدمتوش، مش هتاثر معايا في الكلاس بتاعي. لكن في السترونج ريليشن الكلاس الرئيسي لازم يستخدم الكلاس اللي جواه او الكومبوزيت كلاس، والا هيضرب اكسبشن او مش هيشتغل اصلا. فبيديك هنا ريليشن اهو، ادي العلاقه، بيقول لك ريليشنز. فمثلا عندي الكار سياره، والمسافرين الباسنجرز، الفايكلز والانجن والدرايفر والجاز ستيشنز. فبالتالي ان السياره لازم يكون جواها ايه؟ جواها انجن، لازم يكون جواها محرك، وبالتالي دي علاقه كومبوزيشن، فمش هينفع السياره تمشي بدون محرك. ولكن العلاقه بين الكار والدرايفر
مش علاقة قوية يعني، أي سواق ممكن يسرق يعني، سواق ده مش موجود جه سواق تاني السيارة هتشتغل مفيش مشكلة. الجاز ريليشن هي برضو اسوسيشن ريليشن، فلازم في جاز عشان السيارة تمشي. العلاقة بين الباسنجر والكار أو مسافرين وسيارة مش شرط يعني، السيارة ممكن تحتوي على مسافر أو أكتر أو مفيش، مش تفرق. العلاقة زيرو تو ماني، ممكن يكون مفيش أصلا من باسنجرز وممكن يكون أكتر من واحد. فلو بصينا على الفيكلز كده هنلاقي إن الكار ككلاس في كلاس تاني اسمه درايفر، في انجن، في باسنجر، في جاز ستيشن. طب ايه علاقه الرسمه دي بالريليشن؟ فبيتكلم عن حاجه اسمها ديبندنسي. يعني ايه ديبندنسي؟ يعني اعتماديه، ان في كلاس معتمد على كلاس تاني. طيب هي عباره عن علاقه بين تو كلاسز، الكلاس الاولاني بيعتمد على الكلاس التاني او على انذر كلاس، وبالتالي اي تعديل او تغيير في الكلاس هيأثر على وظائف الكلاس الاخر، فبالتالي في اعتماديه بين التو كلاس زي كده، زي ده بيسموها ديبندنسي. فمثلا الجاز والكار ستيشن، فالسياره محتاجه تمشي فمحتاجه جاز عشان تشتغل، وبالتالي لو محطه البنزين مش موجوده او قافله ومفيش بنزين، فبالتالي السياره بتاعتي مش هتمشي، وبالتالي هنا هيحصل ايه؟ هيحصل تاثير في الكلاس بتاع السياره. فهنا في ديبندنسي بين الكلاس وبين الاويل او بين الجاز ستيشن. طيب العلاقات بقى ثلاث انواع او نوع رئيسي نازل منهم نوعين، الاسوسيشن، وهي الاسوسيشن علاقه بين بين تو كلاسز او اكتر، فبالتالي يقول لك ان الاسوسيشن هو ستراكشرال ريليشن شيب بتوين تو كلاسز وير اول اوبجكت هاف ذير اون لايف سايكل اند ذير اون ريليشن شيب. يعني العلاقه بين اتنين كلاس هم تماما منعزلين، مفيش اي اونر، مفيش حد يحمل الكلاس التاني. اسوسيشن الدنيا منعزله تماما، ممكن يستخدموا مع بعض، ممكن ما يستخدموش مع بعض، ممكن جدا. مفيش كلاس يحتوي على التاني، مفيش كلاس يحتوي على اوبجكت من الكلاس التاني. زي مثلا عندي كلاس مثلا اسمه البقاله و او السوبر ماركت، وكلاس تاني اسمه الزبون. الزبون البقاله لو الزبون ده ما دخلش البقاله مش مشكله، مش تفرق بالنسبه لي، ممكن يشتري من مكان تاني والبقاله دي ممكن يجي لها زبون مختلف. فبالتالي انا ممكن اركبه مع بعض في المين كلاس مثلا او في الابلكيشن، اقول ايه؟ ان الزبون اكس اشترى من السوبر ماركت واي، مفيش مشكله. فهنا دي اسمها اسوسيشن، مفيش اونر في الموضوع، واللايف سايكل مفيش اي ريليشن ولا في اونر شيب، وكل واحد ليه اللايف سايكل. يعني لو السوبر ماركت قفل مفيش مشكله، مش هتاثر على الزبون، والزبون لو مات ولا حصل له مصيبه مش هتاثر على السوبر ماركت. طيب الجزء الثاني اللي هو ايه؟ ال زي اهو زي السياره والباسنجر، نفس اللي انا قلته، ان لو المسافرين ما ركبوش السياره مش هتفرق، ولو السياره جالها مسافرين تاني او مشيت بدون مسافرين مش برضه مفيش مشكله، هتشتغل وتمشي مش هيأثر على السياره. فبالتالي هنلاقي ان في ريليشنز قد تكون 1 تو 1، ماني تو ماني، او 1 تو ماني. هنلاقي دي علاقه الاسوسيشن. العلاقه الثانيه اللي هي الاجريجريشن، وهي نوع من انواع الاسوسيشن، علاقه بين اثنين، ولكن العلاقه دي علاقه ضعيفه، ولكن في واحد اونر، في واحد هو يمتلك. يعني زي ايه؟ زي مثلا السواق، زي سواق يعني اي سياره لازم يكون ليها سواق، ولكن السواق مش شرط يكون ليه سياره، مش تفرق. فبالتالي هنا العلاقه بين السواق وبين السياره، او ممكن نجيب مثال اسهل شويه، موضوع مثلا المدرسه والطلاب. ممكن اكريت مثلا مدرسه واحط فيها صفات واسم المدرسه وعنوان المدرسه والمدرسين فيها وبتاع، وعملت كلاس تاني اسمه الستودنت او الطلاب، كلاس مختلف تمام منعزل، ولكن داخل الكلاس اللي اسمه سكول ممكن اعرف حاجه اسمها اد ستودنت، اضيف طلبه. سواء بقى استخدمت الاد ستودنت او لا مش تفرق، يعني هيشتغل، يعني ما فيش مشكله. الكلاس اللي اسمه سكول هتشتغل، هيبقى هتفتح بيبانها وفيها مدرسين، فبالتالي هو مش هيأثر على ان الكلاس ده يشتغل ولا لا. ولكن جوه الكلاس ده اللي هو السكول ممكن الاقي فانكشن بتروح تنادي
الستودنت، فبعمل حاجه اسمها اد ستودنت، ريموف ستودنت، برنت ستودنت انفورميشن. اه ممكن، ولكن لو ما استخدمتهاش مش تفرق بالنسبه لي. فبيسموها ايه؟ بنسميها الويك ريليشن شيب. زي مثلا زي ما قلنا كده ان انا بعرف اوبجكت من نوع ستودنت داخل الايه الكلاس، فاستخدمته او ما استخدمتوش مش تفرق بالنسبه لي. فالعلاقه اهي، العلاقه بين الستودنت والتشايلد او السكول والتشايلد بنرسمها بالمنظر ده، اللي هو المربع الابيض المفتوح ده، فهنا معناها ده السكول وده البتاع. يعني الطبيعي ان كل اب ممكن يكون عنده ابن، ولكن او لا، لكن الابن لازم يكون عنده اب. الكومبوزيشن، الكومبوزيشن هي العلاقه القويه. ده لا، عشان انشئ الكلاس لازم يكون عندي الكلاس الفرعي. هي برضو علاقه هاز، قلنا لاي اسوسيشن هي هاز، هاز ا يحتوي على هاز ا، اوكي. وبالتالي الكومبوزيشن هو يحتوي على، ولكن ده كور، ده حاجه اجباري. يعني مثلا زي ايه؟ زي السياره تحتوي على موتور، السياره تحتوي على موتور، لو شلنا الموتور من السياره مش هتشتغل ولا هتمشي. فبالتالي انا داخل اما اجي كريت او اعمل كرييت او انستشيت لكار اوبجكت، شرط اساسي ان انا اعرف الانجن واشغله، فاهمين؟ فبالتالي العلاقه هنا كومبوزيشن هي علاقه قويه. فما اجي اعرف اوبجكت من نوع كار، هيبقى جواه اوبجكت تاني من نوع انجن، فبالتالي اول ما بعرف الكار بدخل على الانجن وبديله فاليو، ولازم يكون ياخد فاليو ويشتغل، وبالتالي ايه؟ بالتالي كده الكار اقدر استخدم الكار. زي مثلا ان انا بخلي الانجن ده يبقى في الكونستراكتور، يبقى اما اجي كاري الكار شرط اساسي الكونستراكتور يكون فيه انجن، لازم، والا مش هيشتغل. او ان انا بعرف الانجن ده از ا فاينل، وبالتالي لازم اروح اديله قيمه في الـ في الـ في الانشيشن عشان اقدر استخدم الكار كلاس. وده شكله علامه المربع الاسود ده، معناه ان ده كومبوزيشن، علاقه قويه. فهنلاقي ان العلاقات بين الكلاسز او بين الاوبجكت اسوسيشن مفيش اي علاقه او ارتباط بينهم، زي البقاله والزبون او الكار والباسنجر والمسافر. النوع الثاني اللي هو الويك ريليشن، هو العلاقه الضعيفه، اللي هو الاجريجيشن. والنوع الثالث اللي هو الكومبوزيشن، وهي العلاقه القويه. وافتكروا دايما موتور السياره والعربيه. ادي العلاقه بين الكلاسز، وهنلاقي ان كلاس 1 اسوسيشن بكلاس 2، ولكن كل واحد ليه لايف سايكل مختلفه ومستقله، ومفيش اي ديبندنس بينهم، ومفيش حد اونر. القصه كلها ان كلاس 1 ممكن بعد ما اجهزه يروح يستخدم كلاس 2، ممكن ما يستخدموش، وممكن مفيش بينهم اي علاقه. الاجريجيشن هي المربع الابيض المفتوح ده او الشكل ده، ده معناها ان الكلاس A بيحتوي على كلاس B، ولكن ممكن استخدمه ممكن ما استخدموش عادي. يعني ممكن ايه، مدرسه بدون طلب عادي، ممكن شركه بدون موظفين عادي. الكومبوزيشن لا، هي علاقه قويه جدا زي الموتور والسياره. فبالتالي ده ملخص الريليشن. مهم قوي نفهم الريليشن ده، عشان واحنا بنرسم يبقى اما نشوف الرسمه نشوف الارو دوت او الشكل ده المربع او الشكل ده الابيض او الاسود، ده معناها ان ده اجريجيشن او كومبوزيشن. فنلاقي ان الاسوسيشن اجريجيشن كومبوزيشن الريليشن بينهم هو نوع من انواع الاسوسيشن اجريجيشن. هي الاجريجيشن علاقه ضعيفه، والكومبوزيشن هي علاقه قويه جدا. العلاقه بين الثلاثه دول هم الاجريجيشن هاز ا، لازم يحتوي على كذا، لكن الكومبوزيشن هو يمتلك الاوبجكت ده، وبالتالي لازم يستخدمه. هنلاقي مثلا ده سنجل اونر، طبعا الاثنين سنجل اونر، هنا مفيش اونر اصلا، هنا اللايف سايكل مستقله، هنا بيعتمد على الاونر لايف سايكل، وهنا بيعتمد على هو اللايف سايكل بتاعته هو، مش متاثر بالاونر. هنا بيرجع للسنجل بيرنت، سنجل بيرنت، هنا اندبندنت، مفيش اي علاقه بينهم. كده احنا ايه يعني، خلصنا الجزء بتاع النظري. المحاضره الجايه هنبدا بقى ناخد الكلام ده كله عملي. هنبدا نكرييت بروجكت باليوم ال، ونبدا نستخدم ديزاين باترن، وبعد ما نفهم الكلام ده كويس هنبدا ان شاء الله نشتغل على الديزاين باترن ان
شاء الله تكونوا استفدتوا بالمحاضرة بتاع النهاردة. راسلونا على appstuff.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.